ان شاء الله. تعالوا بقى ناخد صوره ايجابيه وحلوه قوي لشباب مصر اللي بجد، شباب مصر اللي ما بيستناش الحاجه تجيله، هو بيروح، هو بيقرر وبينوي وبيجتهد وبيسيبها على ربنا سبحانه وتعالى. 1200 شاب من خريجي الكليات والمعاهد المختلفة من مركزي شبراخيط وإيتاي البارود بيبادروا بإنشاء مصنع لتدوير القمامة، وفضلوا الحقيقة يشتغلوا في تدوير القمامة وفضلوا أن هم يشتغلوا في هذا المجال بدل ما يفكروا في الهجرة غير الشرعية. ليه بنقول هجرة غير الشرعية؟ حضراتكم عارفين محافظة البحيرة هي رقم واحد في مصر في تصدير الهجرة الغير شرعية، وبالتالي لما نلاقي فيها شباب 1200 شاب بيقول لك لا احنا مش هنفكر في هجره غير شرعيه، احنا الفلوس اللي كان ممكن ندفعها في الهجره غير الشرعيه دي هنشتغل بيها، هنحطها عشان ناسس مصنع وان شاء الله هنكبر والمصنع هيكبر. الحقيقه انه كان معاهم كمان، هم كانوا محظوظين مع ان هم قابلوا صعاب كتيره جدا، لكن كانوا محظوظين ان كان معاهم النائب محمد الحناوي نائب عن الدايره عندهم، كان بيشجعهم طول الوقت واقترح ان هو يشتري مصنع في مركز حوش عيسى، وطلب من المحافظة أو المحافظة مهندسة نادية عبدو آنذاك اللي كانت محافظة البحيرة أنه يبقى فيه لجنة لفحص المعدات والأجهزة في المصنع. والحقيقة أنه كل الرسوم اللي كانت مطلوبة اتدفعت، أي حاجة في كراسة الشروط، كل حاجة عملوا، كل حاجة، تراخيص، تصاريح، فلوس اتدفعت، المصنع موجود، كل حاجة موجودة. طب السؤال دلوقتي، طب إيه المشكلة؟ ما اشتغلوش ليه والمصنع ما اشتغلش ليه تدوير القمامة؟ الحقيقة أنه المحافظة آنذاك المهندسة نادي عبدو ما كانش فيه أي اهتمام، أو بنوقف الموضوع، أو لينا وجهة نظر مش بنوصله للناس، فالناس مش فاهمة إحنا ليه مش بنشغل المصنع، الله أعلم. أيا ما كان، لدينا الآن محافظ جديد للبحيرة، سيادة اللواء هشام عبد الغني عبد العزيز اللي تولى بالأمس منصب محافظ البحيرة. أتمنى أنه حضرتك تكون بتتابع معانا هذا التقرير دلوقتي، وأنا عارفة أنه يعني زملائي كلموا حضرتك وادولك فكرة عن هذا الموضوع. أتمنى أنه كأب حتى قبل ما تكون محافظ تشوف كده الشباب دول وتشوف فرحتهم بالشغل، وقد إيه الشباب دي عندهم طاقة جميلة جداً، علشان يبقوا مثل وقدوة لأي شاب تاني ممكن يفكر في طرق أخرى غير شرعية لمحاولة الكسب والعيش. تعالوا نشوف مع بعض تقرير زميلتنا مارينا أمير عن 1200 شاب اللي قرروا يعملوا مشروع لتدوير القمامة. حبينا نأسس الشركة ان تكون عباره عن تدوير قمامه. قعدنا مع النائب محمد هنا وعرضنا عليه الفكره، تبنى الفكره ودخل دماغه، حبينا ناسس شركه احنا مساهمين فيها، في نفس الوقت العمال وجميع الموظفين ياخدوا مرتبات وفي نفس الوقت يطلع لهم ارباح. فاحنا بنفكر دلوقتي ان احنا نجيب نلم القمامه اللي موجوده في الشوارع ونعمل اعاده تدوير ليها ونحقق مكاسب بيها، خصوصا ان في دوله بتعتمد، الدول كتير بتعتمد اعتماد كلي على تدوير الزباله. اولا ده هيساعدنا في حاجات كتير، من ضمنها ان احنا ممكن هنقلل الانتاج، نخفض تكاليف انتاج الحاجات دي من الدوله باعاده تدويرها، وكمان هنخرج منها كذا حاجه تخش في الانتاج الزراعي وبالتالي برضو الانتاج الصناعي. لما لقينا سياده الرئيس بيدعم الشباب، واحنا حاولنا نقدم في كذا مؤتمر من اللي هو لدعم الشباب، ولما الرئيس برضو خلي عام 2016 اللي هو لدعم الشباب، فاحنا معانا رئيس بيدعم الشباب، عايز يحرك الناس. ما تجيش الاجهزه اللي هي المفروض اللي هي الايادي بتاعه الرئيس اللي هي المفروض تساعد الرئيس في تحقيق اللي هو الهدف اللي هو عايزه، ان هي اللي توقفه. احنا كشباب هنا موجودين في المحافظه بنحاول ان احنا نساعد الحكومه في تخفيف العبء بالذات في موضوع البطاله، وبنحاول ان احنا نساعد الشباب زمايلنا ان احنا نعيش في مستوى معيشه كويس جدا، ومنها في نفس الوقت نخفف العبء عن الدوله في تخفيف البطاله. في ناس كتير قوي ما خدتش فرصتها، وناس كتير قوي تتمنى الشغل ده، مفيش حد لاقي شغل، والناس كلها ظروفها تعبانه، وده كان كل حلمنا كلنا، واحنا كلنا يعني كلنا يعني عندنا امل كبير ان احنا هنشتغله، وقعدنا على الامل ده، وكل واحده عندها ظروفها الخاصه بيها، يعني لو ما كانش في يعني في شغل متوفر في البلد ما كناش قعدنا، لكن سياده النائب بصراحه وفر لنا الشغل ده، وكنا كلنا بنجوا على الامل ده. وهو بصراحه هو ما يعني ما قصرش معانا في حاجه. احنا كمجموعه من الشباب كان عندنا فكره اللي هي موضوع تدوير القمامه ده، انت حضرتك ولو انت جاي في الطريق اكيد شفت كميه القمامه اللي في شبراخيط وايتاي عامله ازاي. احنا بنقول للناس دي تسلموه ده المصنع، وفي خلال اقل من 10 ايام هتشوفوا شبراخيط وايتاي عامله ازاي.
يعني احنا بره الدول بره عندها موضوع الزباله ده كنز، احنا ازاي ما نستثمرش الموضوع ده، واحنا كشباب بدل ما بنقعد على القهوه احنا نرى البكالوريوس تجاره، بقول ان انا هنزل اشتغل في الزباله. هو حقيقة مشروع ده كان برنامج انتخابي، يعني برنامج كان برنامج انتخابي بتاعي، ان احنا واحنا تحت كنا لازم نبص ايه المشاكل اللي مواجهه البلد وازاي نقدر نساعد في حلولها. فلما نزلنا كانت هي مشكله البطاله المقننه، ان كله عايز يبقى مع الحكومه موظف، تبقى البطاله المقننه بتزيد ومفيش الشغل الحقيقي اللي موجود ان الشباب نستخدمه فيه مش موجود. فاحنا لما بصينا كان اهم حاجه عندنا ان احنا نشوف ايه المشكله، يعني ما بنعمل شغل لازم نبص على ثلاث محاور، ان احنا نحل مشكله للدوله وما نكلفهاش حاجه، وان احنا نحسن الدخل بتاع الشباب. فكان اول مشروع عندنا وقلنا عليه، لان الفكره ممكن تبقى فكره تعمل مليارات، المليارات ما بتعملش فكره. فكانت الفكره المبدئيه لينا لما احنا نزلنا على ارض الواقع لقينا مشروع القمامه، ان موضوع القمامه ده يعني في كل الدول انها بتستغله، بتبقى حاجه ليها، يعني ده يعتبر زي الذهب الاسود دايما بره. فاحنا حضرتك فكرنا قلنا اكبر مجموعه من الشباب ان احنا نقدر ناخد المركزين، لان المركزين بيتلم عليهم على صلاه الكهرباء 17 مليون جنيه كل سنه، ومفيش نظافه المبالغ دي مع الشباب، وما بنكلفش الدوله حاجه، لان الدوله مش هنكلفها حاجه، ده الناس اللي بتدفع، الاهالي بتدفع الفلوس وما لهاش نظافه، احنا هناخد الفلوس دي وننظف. دول نموذج من نماذج كتيرة للشباب عايز يوصل وعايز يعمل حاجة محترمة، لكن فكرة انه الدولة تساعده، الدولة متمثلة في رئيس الحي، في المحافظ، في الوزير. المهم انه في النهاية نبقى عارفين ان الشباب ده شباب عنده طاقات وعنده امكانيات وعمل كل اللي عليه، عمل كل المطلوب عليه، هما لا طالبين استثناءات ولا طالبين دعم مادي ولا طالبين اي حاجة، كل طالبينه بس موافقة من المحافظة اللي هي كل حاجة أصلا متوافق عليها بالفعل وجاهزة. نتمنى ليهم التوفيق إن شاء الله.